اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر نهار وانا معكم محمد الباس. في ناس كتيره جدا بيقولوا ان احنا عايزين نطلع من الحوار الوطني بعقد اجتماعي جديد، والحقيقه انه في ناس كتيره جدا بتردد هذا الكلام يمكن وهي ما تعرفش يعني ايه عقد اجتماعي جديد، ويمكن ما تعرفش انه مصر بعد 30 يونيو بتمارس بالفعل ما يمكن تسميته بالعقد الاجتماعي الجديد، او على الاقل في تغير حصل. هو ايه؟ احنا فضلنا يا جماعة طول السنين اللي كانت سابقة لي 30 يونيو من ايام عبد الناصر وسادات ومبارك، كان في عقد او كان في اتفاق كده انه من يحكم يفعل كل شيء، يوفر للناس الاكل والشرب والفسح وبعدين يترك من يحكم يفعل ما يريد. وما كانش المواطن في هذا العهد مواطن ايجابي، يعني ما كانش مطلوب منه دور، هو انت مطلوب منك تقعد ساكت، ولذلك ما كانش للمواطن قيمة. يعني مثلا لما تيجي تتكلم تسمع من عبد الناصر او تسمع من السادات او تسمع من مبارك، حديثه عن المواطن او صورته للمواطن يعني كانوا بيتكلموا بشكل عابر. لكن لما تيجي تراجع الخطاب بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن المصريين وبيتكلم عن الشعب المصري وبيتكلم عن المواطنين، بدايه من اهتمامه ان هو يوجه كلامه مباشره للناس طول الوقت، يعني الرئيس اتكلم كتير جدا مع المواطنين عبر الاحتفالات والافتتاحات للمشروعات القومية، كان كتير جدا معهم. هذا الحديث ويسأل المسؤولين أمامهم، يعني الرئيس يقوم بمحاسبة المسؤولين أمام الشعب ومراجعة المسؤولين أمام الشعب، ده جزء من التقدير وجزء من الفهم للدور الذي يقوم به المواطن. وبعدين دائم الثناء والشكر على المواطن المصري اللي لولاه ما كناش قدرنا نعبر أزمات كتيرة جدا، واللي لولاه أيضا مصر لن تستطيع عبور الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها ضمن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله. وهذا كلام واضح. العقد اللي اتعمل بعد 30 يونيو قال لك والله الرئيس اشتغل والمواطن يشتغل، الحكومة تشتغل والمواطن يشتغل. ليه؟ لأنه الجميع شركاء في هذا الوطن. طب إيه الدليل على ده؟ يعني إحنا عندنا أزمة اقتصادية طاحنة وعندنا ظروف صعبة، ولكن ده ما أداش مثلا إن حاجة تتوقف ولن يؤدي إلى إنه حاجة تتوقف. أنت عندك مشروعات كبيرة بتعملها عشان تعمل بنية أساسية يبقى عندك مستقبل اقتصادي كبير، وأي حد يتكلم بكلام غير ده مش هقول يبقى مش فاهم، ما تهمش حد انه مش فاهم، ولكن يبقى مش مستوعب انه الشغل بيتم في البلد ليه وعشان ايه وايه اهدافه. النهارده مثلا الحقيقه انا توقفت قدام الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاديه، وحضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان معاه دكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، والفريق كامل وزير النقل، والسيده نيفين جامع وزيره الصناعه والتجاره. ليه؟ الرئيس اطمن على التمويل بتاع المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، لكن لما عرض وزير النقل المشروعات اللي البلد بتشتغل فيها او في مجال واحد في وزاره النقل البلد بتشتغل فيها دلوقتي، هتلاقي عندك زي البيان كده، وخلينا نوري للناس البيان اللي طالع من الرئاسة النهاردة. وأنا بقول دايما ما تاخدوش البيانات اللي طالعة من الرئاسة على أنها بيانات صماء أو دباجة أو أنه كلام إنشائي، لا، خلينا نقف قدام المعلومات. فأول حاجة أنه الفريق كامل الوزير اتكلم على ميناء الأسكندرية الكبير، مشروعات ميناء الأسكندرية الكبير اللي هو ايه؟ بيضم ميناء اسكندريه والدخيله والميناء الاوسط بمنطقه المكس، بما في ده مستجدات انشاء البنيه التحتيه لساحات التخزين الجديده ومحطه تحيا مصر متعدده الاغراض الى جانب حاجز امواج كبير ومناطق لوجستيه مختلفه واعاده تاهيل رصيف الخدمات البحريه بالمين، كل ده تحت مسمى ميناء الاسكندريه الكبير. اتكلم برضو
وزير النقل عن مشروعات ميناء سفاجة والموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع. اتكلم عن مشروعات تطوير ميناء دمياط بما في ده تعميق الممر الملاحي وإنشاء محطات الحاويات متعددة الأغراض. اتكلم كمان عن الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربي الخفيف واللي بيبلغ طوله حوالي 103 كيلو متر وبيبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة. طيب يبقى أنت هنا ده بنقول إيه؟ مجال واحد فقط، مجال واحد فقط بيتم استعراض العمل فيه أمام الرئيس بهذا الشكل. قيس على ده كل المجالات، لأن أنا كمواطن هنا إيه؟ أما أبقى عايز أطمن وعايز أعرف الناس بتشتغل في إيه؟ يعني الحكومة بتشتغل في إيه؟ ولذلك برضو الناس لازم تتابع، أنا يعني أشير فقط، لازم تتابع اجتماع مهم جدا عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امبارح متأخر مع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي. هتقولي نعم احنا عندنا لجنة عليا للأداء الاقتصادي، أقول لك اه اللجنة العليا للأداء الاقتصادي اللي هي ايه اللجنة دي؟ كان هدف الأساسي من الاجتماع انه يتم متابعة تكليفات الرئيس في عدة ملفات اقتصادية. الرئيس لما كان في الإفطار الأسرة المصرية اتكلم عن توجيهات كثيرة جدا وعن ملفات اقتصادية كثيرة جدا وكلف بيها الحكومة، كان في على رأسها المؤتمر الدولي اللي الحكومة تطلع تقول لنا والله احنا هنعمل ايه في الأزمة الاقتصادية، تخاطبنا وتخاطب العالم، وكانت تخاطب العالم ده لأنه العالم ده فيه مستثمرين وفيه سياح. فعندي لجنة للأداء الاقتصادي أو اللجنة العليا للأداء الاقتصادي. طبعا الفكرة اللي بتبقى مزعجة أحيانا، مزعجة أحيانا، يقول لك مثلا ما هي على كتر اللجان دي بتعطل الشغل، ما هو هو رئيس الوزراء وهم الوزراء فممكن حتى في الاجتماعات العادية يتابع، لكن لما بتبقى في لجنة بهذا المستوى اللي هي اللجنة العليا للأداء الاقتصادي عشان تتابع، مش تتابع بس التوجيهات اللي كانت في حفل افطار الاسره المصريه الرئيس اتكلم عنها واتكلم فيما يتعلق بالقطاع الخاص وبيتكلم مع اللي هو طرح الشركات في البورصه يبقى شكله عامل ازاي، يعني اتكلم الرئيس في حاجات كتيره جدا. فاللجنه بتتابع، بس الاهم من ده كمان انه هذه اللجنه بتتابع مستويات الانجاز في المشروعات القوميه وبتتابع تنفيذ ما يمكن اعتباره استكمال الاصلاح الاقتصادي في البلد. ولذلك مثلا كان فيه تكليفات مهمة جدا لكل وزارة، يعني جه قعد كده الدكتور مصطفى مدبولي زي ما بنقول ايه وزع المهام. جت وزيرة التخطيط قال لها مهمتك 1 2 3 4، جه وزير المالية قال له انت عليك 1 2 3 4، العدل وزارة العدل داخلة في الموضوع، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة البترول، وزارة الزراعة، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي. ليه؟ كل واحد هنا عنده مسار لازم يمشي فيه ولازم يكون في تكليفات واضحه، تكليفات واضحه للوزاره. طيب عن هذه اللجنه وعن هذا الاجتماع واهميته، والناس لازم تبقى عارفه ايه اللي بيحصل فيه، لانه الرئيس مش بيوجه وخلاص والحكومه تقول ايه امين وخلاص، لان الناس بتشتغل على الارض، فمهم ان انا اعرف بيشتغلوا ازاي وبيشتغلوا في ايه. فخلينا نستمع من معالي السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. معالي السفير اهلا بيك يا فندم. مساء الخير دكتور محمد، اهلا بحضرتك. يعني انا بحاول اقرا مع الساده المشاهدين اهميه مثل هذا الاجتماع واهميه مثل هذه اللجنه، لانه تكليفات الرئيس طبيعي ان تتلقاها الحكومه وتبدا في تحويلها الى اجراءات واهميه التوقيت. صحيح. طب هذا الاجتماع يعني حدثنا عن ما جرى فيه عن هذه اللجنه واختصاصاتها. يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم في المقدمة، رئيس الوزراء اجتمع بهذه اللجنة في أول اجتماعاتها، هي تسمى اللجنة العليا لمتابعة الأداء الاقتصادي، ودي أحد مخرجات أو تكليفات سيادة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية. لو حضرتك نظرت إلى التكليفات المتنوعة اللي رئيس الوزراء وجه بيها في الاجتماع للوزراء السادة الوزراء
يعني على اختلاف تخصصاتهم، هتلمح يعني شيئين مشتركين في هذه التكلفة. الشيء المشترك الأول هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هو الحاضر بقوة والقاسم المشترك بين كل هذه التكليفات. أيا كان التكليف صادر لأي وزارة، ستجد أن هناك دور سيكون منوط بالقطاع الخاص أن يقوم به في هذه التكليفات، أو أن هذه التكليفات ستفيد وستقوي من دور القطاع الخاص، وده تنفيذا للعهد أو ما تعهدت به الحكومة في المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء لما قال إن احنا بنستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% نسبته حاليا إلى 65%. طب كونك تضاعف هذه النسبة هتصل لها إزاي؟ هتصل لها من خلال تنفيذ هذه التكليفات والتوجيهات اللي صدرت في خلال اجتماع اللجنة. العامل الثاني أو القاسم المشترك الثاني أو الملمح الثاني للتكليفات هي أنها تكليفات تتعامل مع وضع أزمة. إحنا النهاردة كل يوم سواء احنا كمسؤولين حكوميين او حضراتكم في الاعلام بتقولوا ان هذه الازمه غير كلمه غير مسبوقه بنكررها ليل نهار، وهي صحيح. فعلا ازمه غير مسبوقه. يجب ان تتعامل مع ازمه غير مسبوقه ايضا بقرارات غير بقرارات مسبوقه. وإجراءات غير مسبوقة، صحيح. وبالظبط كده. فالقرارات او التكليفات اللي موجوده في اجتماع اللجنه هي تكليفات لم يكن نتصور وجود بعضها في وقت عادي. يعني في الأوقات العادية معظم هذه الموضوعات ربما لم تكن تحظى بالأولوية في أجندة عمل الحكومة، لأن احنا كنا بنسير الأعمال في جو طبيعي لم يكن نتعرض لمثل هذه الأزمة غير المسبوقة. لكن هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة هي التي قادتنا إلى التجاوب معها والاستجابة لها بقرارات وإجراءات أيضا غير مسبوقة، ودي برضو هتلاقيها واضحة في معظم التكليفات الموجهة للوزارات المختلفة. هناك موضوعات معينة لم تكن موجودة أو مطروحة على الساحة منذ سنوات أو خلال الـ8 سنوات الماضية، ستصبح هي الأولوية خلال السنوات القادمة. تمكين القطاع الخاص، التوسع في الطروحات، فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة بعض أصول الدولة، مجالات كانت ربما القطاع الخاص بعيد عنها في إدارة المستشفيات وإدارة المدارس والجامعات المختلفة، سنفتح الباب أيضا للقطاع الخاص فيها. طيب خليني أناقش مع حضرتك على هامش هذا الكلام معالي السفير مجموعة من النقاط لو سمحت لي. اتفضل. أول حاجة بيجي على ذهن الناس، انت عارف في كده كليشيهات في حياتنا المصريه يقول لك ايه، يعني عايز تدفن حاجه شكل لجنه. الناس ملاحظه انه في تشكيل لجان كثيره خلال هذه الايام. ضمانه يعني انا اثق في العمل الذي يدور على الارض، لكن انت بتتعامل مع جمهور ولا بد من مراعاه طول الوقت، مراعاه الجانب النفسي عنده، مراعاه انه في دعايات مشككة من جهات أخرى، فإحنا الهدف سواء للحكومة أو لنا في الإعلام هو المواطن واقتناع المواطن أو إقناعنا للمواطن بما يحدث. ضمانات العمل، يعني دلوقتي معالي رئيس الوزراء كلف هذه اللجنة أو الوزراء، متابعة التنفيذ هتبقى عاملة إزاي؟ اللجان دي بتشتغل وبتتابع إزاي؟ يعني متفق مع حضرتك إن إحنا لدينا في العقل الجمعي المصري خبرات سيئة جدا عن فكرة تشكيل لجنة، وكان دايما يقول إذا أردت أن تقتل موضوعا شكل شكله لجنة. أيوه. لكن عندنا في 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 الحكومة الحالية نماذج ناجحة جدا للجان تم تشكيلها وأثبت يعني أثبتت نجاح باهر. على سبيل المثال لجنة اللي تعاملت مع أزمة كورونا، لجنة الأزمات اللي كان كل الشعب المصري بينتظر قراراتها، سواء كانت هذه القرارات تتعلق بتجديد أو تتعلق ب يعني تخفيف الإجراءات. هذه اللجنة يعني فرضتها الظروف، ظروف جائحة كورونا، وكان لابد من تشكيلها، وبالفعل أدت أداء جيدا للغاية. قس على ذلك أيضا اللجنة التي تم تشكيلها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، اللي كان يعني شغلها الشاغل توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وعقدت عدة اجتماعات ولا زالت تعقد اجتماعاتها. فهي الفكرة مش تشكيل اللجنة في حد ذاته، والفكرة ما هو دور اللجنة، وكيف تستطيع أنت كرئيس وزراء أن تتابع عمل هذه اللجنة، ولا لكي لا تصبح لجنة اعتيادية روتينية شكلية. رئيس الوزراء عندما يشكل لجنة فهو يشكلها لأغراض محددة، ويتابع بنفسه
تحقيق المستهدفات. علشان كده هذه اللجنه اللي عقدت اجتماعها الاول اليوم اللجنه العليا لمتابعه الاداء الاقتصادي. لمتابعه، ايوه اللجنه العليا لمتابعه الاداء الحكومي، هذه التكليفات التي تلقاها الوزراء في اجتماعها الاول. سيكون هناك اجتماع اخر خلال اسبوعين من الان، وستعقد يعني سيكون هناك دوريه لعقد اجتماعات هذه اللجنه كل اسبوعين، علشان رئيس الوزراء يطلع بقى ويتابع مع الساده الوزراء ايه اللي ما حصل في تم التكليفات. تنفيذه. ما تم تنفيذه من هذه التكليفات. انا في الاجتماع الاول اعطيتكم تكليفات محدده كل وزير، ف يعني ما تم تنفيذه من حتى الان، وما لم يتم تنفيذه لماذا تاخر التنفيذ، وهل هناك جدول زمني للتنفيذ. ف يعني بأطمئن الجميع ان تشكيل اللجان في عهد حكومه الدكتور مصطفى مدبولي يتم يعني لاغراض محدده، ولا تترك الامور على عواهنها، لكن يكون هناك متابعه مستمره وحثيثه من جانب رئيس الوزراء، والسوابق تثبت ان في لجان تم تشكيلها واثبتت نجاح واثبتت فاعليه. طيب بالفعل. النقطه الثانيه يا فندم، وارجو انه صدر حضرتك يتسع ليها لايضاح الامر للناس، يعني الان لا حديث تقريبا لما كان رئيس الوزراء موجود في ابو ظبي، لما كان في اللجنه الثلاثيه مع الامارات والاردن، نتكلم عن القطاع الخاص والفرص امام القطاع الخاص. ما كان في اجتماعات البنك الاسلامي اللي كانت في شرم الشيخ ايضا تحدث عن القطاع الخاص واتاحه الفرصه وافساح الطريق للقطاع الخاص. ثم في هذا الاجتماع عاد مره اخرى، وزي ما حضرتك نبهتنا انه معظم التكليفات فيها حديث عن القطاع الخاص. وحضرتك قلت التوقيت مهم. بعض الناس يقول لك اصل الحكومه فشلت في اداره هذه الملفات فجايبه القطاع الخاص ينقذها. هنا للتوضيح يعني لماذا الان يتم الالحاح على انه القطاع الخاص يدخل ويعمل، تمكينه انه كل سنه يبقى فيه ب 10 مليار دولار، يعني هذه الفكره نوضحها للناس ازاي؟ علشان نفسر لماذا القطاع الخاص الان، يجب ان نجيب على سؤال اخر بطريقه عكسيه. لماذا لم يكن القطاع الخاص متواجدا منذ 2013 و2014 و2015؟ كل هذه السنوات كانت سنوات ازمه، لغايه حتى يعني احنا لم نخرج عمليا من سنوات الازمه الا مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2019، البرنامج اللي تم تنفيذه على مدار 3 سنوات من 2016 الى 2019. فيمكن ان نعتبر السنوات الممتده من 2000 يعني مش هقول من 2011، دي كانت سنوات كارثيه مش ازمه صحيح فقط، صحيح. لكن هنعتبر السنوات الازمه الاقتصاديه من 2013 وحتى 2019. اي قطاع خاص في اي دوله طبيعي جدا انه لم يكن متحمسا ولا لديه الرغبه الكافيه للدخول في استثمارات معينه في هذا التوقيت، لان الاستثمارات التي كانت تحتاجها الدوله المصريه في هذا التوقيت اولا تفوق قدره القطاع الخاص على القيام بها، عشان كده الدوله هي اللي اضطرت تدخل بهذه الاستثمارات بنفسها علشان تهيئ البيئه المناسبه للقطاع الخاص بعد ذلك، ثم ان القطاع الخاص علشان يدخل في استثمارات يعني معينه او في مجالات معينه يجب ان تكون هناك نوعيه معينه من الاستثمارات في البنيه التحتيه، هو مش هو اللي هيعملها، هو بينتظر من الدوله ان تقوم بها، وده القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الاجنبي، كل يعني القطاع الخاص بينتظر من الدوله ان تقوم بهذه الاستثمارات، ثم يقوم هو بعد ذلك بالدخول في النشاط الاقتصادي. لما انتهينا من هذه السنوات، سنوات الازمه، والدوله ضخت استثمارات بما فيه الكفايه لتعزيز البنيه التحتيه ولتحسين المرافق وكل ذلك، جاء دور القطاع الخاص، لان لا تستطيع دوله ان تكمل على هذا المستوى يعني ابد الدهر، يعني صحيح. كل دوله لديها طاقه معينه لضخ استثمارات لسنوات محدده، السنوات اللي انا بكررها تاني بتبقى سنوات الازمه اللي القطاع الخاص بيعزف فيها عن الدخول في النشاط الاقتصادي، فالدوله المصريه مرت بهذه السنوات وضخت الاستثمارات الكفيلة لتهيئة الدور للقطاع الخاص. الآن جاء دور القطاع الخاص، احنا كدولة عملنا اللي علينا، عملنا الاستثمارات اللازمة والكافية والبنية التحتية، ثم جاء دور تمكين القطاع الخاص، وجاءت الأزمة الأخيرة، الأزمة العالمية الأخيرة لتلقي مزيد من الضوء وتثبت أن هذا هو وقت القطاع الخاص، لأن اعتماد الدول على الأموال الساخنة كمصدر للنقد الأجنبي ثبت فشله في كل الأزمات. صحيح. الاموال الساخنه يعني فور نشوب الازمه
هي اول شيء بيخرج من بتهرب على الشركه، طول. ايوه بتهرب بالظبط كده. لكن الاستثمار في المشروعات والاستثمار في المصانع والاستثمار في الشركات والاستثمار في المدارس وفي الجامعات، هذا استثمار ثابت ثابت لا يهرب، هذا استثمار يخلق فرص عمل، هذا استثمار يعزز قدرة الدولة على التصدير. علشان كده الدولة وضعت هذا الاستثمار كهدف وأسقطت تماما من حساباتها الاعتماد على الأموال الساخنة. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا معالي السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، يعني كان لابد من هذا الايضاح لمجموعه من النقاط. ليه بنعمل لجان وليه بندعو القطاع الخاص الان للعمل بعد عزوفي عن المشاركه لسنوات طويله؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقراتنا وموضوع. اهلا بحضراتكم من جديد، استمرارا وامتدادا للكلام اللي انا بقوله طول الوقت عن ما يحدث على الارض في مصر. اللي انا بقوله يا جماعه مش من باب الترويج لشيء او الخداع بشيء او التضليل للناس، قد ما هو محاوله الى المعرفه. وبعد ما تعرف انت حر في حكمك، يعني في ايه لا امارس وصايا من اي نوع على حد، بس برضو من التضليل ان انا ما اقولكش ايه اللي بيحصل وايه اللي احنا يمكن بنشوفه وايه الجهود اللي بتبذل للتعامل مع المشكلات ومع الازمات. وانا امبارح كنت بقول لحضراتكم لما حضرنا افتتاح المؤتمر افريقيا الطبي الاول، اللي هو مؤتمر في كثير من معاني الأمل وفي كثير من معاني الثقة أنه مصر بدورها وبحجمها وبثقلها بتعمل هذا المؤتمر وبتجيب شركات عالمية وشركات محلية وبتجيب يعني مسؤولين كبار في دول العالم ومن إفريقيا، وبتقول أنا موجودة أهو وليا دور. ويمكن اتكلمنا امبارح عن أهمية هذا المؤتمر وهنستفيد منه إيه، وخلينا نكمل ونستمع أكثر من الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدى الطبي الإفريقي. معالي الوزير أهلا بيك يا فندم. أهلا دكتور محمد، منورنا في آخر النهار يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك. يعني أنا كنت دايما ببقى حابب مع السادة المشاهدين أنه أنا بس ما نقدمش للناس يعني كلام نظري عن المؤتمر وعن أهدافه، ولكن بشكل مباشر يا دكتور انه انا كدولة كمصر ما الذي سيعود علي علميا وحتى ماليا وسياسيا من عقد هذا المؤتمر والمعرض في مصر؟ حضرتك تفضلت وقلت ان ده يعني حدث طبي غير مسبوق على ارض مصر وغير مسبوق في القارة الافريقية. صحيح. يمكن حضرتك بنبص ونقول احنا يعني هناخد ايه، لا يا مصر هناخد طبعا، لكن مصر عليها دور تجاه القاره الافريقيه دكتور محمد، وحضرتك يعني تعلم هذا جيدا وسيدنا عارفين دور مصر في القاره الافريقيه والرياده المصريه في القاره الافريقيه شيء احنا افتقدناه على مدار يعني مش عايز اقول سنوات، عايز اقول عقود. واستعاده هذا الدور هام جدا لاسباب واعتبارات كثيره جدا يعرفوها القاصي والداني، وحتى القاره الافريقيه نفسها بتتعطش الى هذا. ان احنا غبنا عن الساحه فتره ده مش معناه ان احنا سنغيب طول العمر، بل على العكس مصر طبعا زي ما انت شايف سيادتك بتعود في مجالات كثيره جدا، اهم هذه المجالات علاقتها بدول الخارج وعلاقتها بدول الجوار. لان وضع مصر في القاره الافريقيه وضع جغرافي، وضع زي ما بقول احنا بالاعتبارات الديموغرافيه او الخصائص الديموغرافيه لينا يعني تاريخ ولينا حاضر ولنا مستقبل. يمكن جائحة كورونا الأخيرة دي يا دكتور محمد أثرت تأثير مباشر على مفاهيم كثيرة جدا جدا، كان رجال الاقتصاد ورجال السياسة ولا حتى العسكريين بينظروا إلى الموضوع بمنظار، وجد جائحة كورونا دي خلت مفاهيم كلها تختلف وتتغير وتتبدل إلى اعتبارات متعددة. أول هذه الاعتبارات على سبيل المثال نحن فوجئنا أن حركة التجارة العالمية توقفت، أن سلاسل الإمداد توقفت، أن الحاجة الملحة إلى توفير الأدوية لعلاج المرضى قد تتوقف، أن توفير نصيب الفرد من وحقه في التطعيمات والأبصال قد لا يوجد. فكان لزاما علينا كمصر في قلب القارة ونعلم جيدا
كم المعاناة اللي القارة الأفريقية بتعاني منها في مجال الرعاية الصحية، أن يكون لنا خطوة أو مبادئة أو خطوة ازدباقية لمحاولة طرح موضوع قطاع الرعاية الصحية وتعثره في القارة الأفريقية، واقتداء بما حدث في العالم. أنا مش عايز أقول لحضرتك أن جائحة كورونا خلت كشفت عورات مسطورة كثيرة في دول كثيرة بالضبط، في أنظمة صحية متقدمة، يعني لها يعني أنظمة قديمة يعني في أوروبا أوروبا تحديدا في عدد من الدول احنا اندهشنا، الناس كانت مرمية في الشوارع. أيوة يا فندم. فطبعا علما بأن العالم أجمع والمجتمعات الطبية والمجتمعات الصحية في العالم كله كانت عقود من الزمان كفت الحديث عن الأمراض المعدية والأمراض الوبائية، وكانت هذه الأمراض هي من نصيب القارة الإفريقية صحيح المسكينة القارة الإفريقية، كان دايما يقولوا عليها القارة العجوز أو القارة، دايما الألفاظ اللي تطلق على القارة الإفريقية. ولكن فوجئ العالم كله أن الخريطة تتغير ونعود إلى المربع صفر ونتحدث عن الأمراض الوبائية التي تجتاح العالم من أقصى إلى أدنى، وليس لها تفسير ولا يستطيع العلم أن يفسر في البداية، وحالة الهلع والفزع التي عانى منها العالم كله وتوقف السفر وغلق الحدود وكلمة الإغلاق التام. هذه الكلمة يعني بنقول المثيرة للاكتئاب، هذه الكلمة المفهومة الجديد الذي يعني على سبيل المثال نحن كنا نسمع في الأذان صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، يعني انا الجيل بتاعي وانا يعني مش راجل كبير في العمر وحضرتك ما حدش فينا سمع هذا لا ما تقريبا تقريبا ده اذان اذان الجائحه يعني الجائحه فندم. فما بالك بما حدث في العالم. فكان الزمن علينا وكان في توجيه من شاب تغير شخصيا ان مصر لابد ان يكون لها دور والقوى الناعمه المصريه لابد ان يكون لها دور في مد جسور التعاون والثقة والشراكة مع الأشقاء في القارة الأفريقية، لأن هذا الدور انعكاسه على مصر تاريخيا كبير. يعني مصر شيء يبدو أنه الصوت يا شباب صوت يا شباب. يعني هي الفكرة الأساسية اللي بيركز عليها الدكتور عادل عدوي الحقيقة، وهي فكرة مهمة. يمكن أنا بسأل طول الوقت عن ما نستفيده، حتى بقول معنويا وماديا. فمعنويا دي فيها تأكيد للدور، فيها تأكيد للدور طبعا. بتتكلم على الخبرة المصرية، يعني الرئيس امبارح هو بيتكلم وقال إن احنا مستعدين مع دول القارة الإفريقية إنه احنا نمدهم بالخبرة المصرية، واستدرك وقال ونتبادل الخبرات. طيب رجع لنا تاني دكتور عادل عدوي رئيس المنتدى الطبي الافريقي، معاك يا فندم. طيب انا عايز اسال انا كنت عايز اسال حضرتك عن شراكه مع، انا كنت بكلم يعني في انقطاع الاتصال، انه رئيس امبارح استدرك وقال ان احنا نعمل تبادل للخبرات مع الدول الافريقيه. تمام. انا عايز اسال حضرتك على حاجه مهمه، انه انا قدام معرض ومؤتمر. تمام. المخرجات العلميه لهذا المؤتمر، يعني في موضوعات كتير هتناقش طبعا، يعني ايه الحاجات اللي المؤتمر مهتم بيها يطلع بخلاصات علميه تمام. مفيده. تمام. هو بدا من الامس طبعا، كان بعد حفل افتتاح لسياده الرئيس، وضع اول ايتم او اول سطر في الاعلان النهائي للمؤتمر ككونكلوجن او كخلاصه للمؤتمر والتوصيات، هو ان السيد الرئيس اعلن بنفسه في حفل افتتاح أن يكون هناك مبادرة من مصر للأشقاء الأفارقة 30 مليون. وهذا يعني كان مفاجأة للجميع. طبعاً في إعداد مع السادة المسؤولين على تجهيز هذه المبادرة، إنما السيد الرئيس أعلنها في حفل الافتتاح. أنا كمنظم كانت بالنسبة لي كانت مفاجأة، يعني خبر أسلك صدري وأسعدني جداً جداً جداً، لأنه وضع إطار أو فريق يعني قالب للإعلان النهائي للمؤتمر اللي هو هيصدر باكر ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله في مجموعه من التوصيات لما توصلنا اليه فيما يخص المعرض وفيما يخص المؤتمر العلمي. المؤتمر العلمي حضرتك عندنا 28 جلسه قاعه جلسات بتنعقد لاول مره، احنا بنشوف حضرتك كونفنشن سنتر او مركز مؤتمرات على طراز عالمي. يعني انا حضرت مؤتمرات طبيه قليل وكثير في اوروبا وفي الولايات المتحده، هذا المؤتمر لا يقل بل على العكس يزيد ويفوق الحمد لله رب العالمين عما حضرنا من قبل من ناحيه عدد الحضور
وزخم الحضور والاهتمام البالغ والمادة العلمية الموجودة. يعني احنا وضعنا مادة علمية متميزة في كافة التخصصات وموجهة للقارة الإفريقية. يعني بنتكلم مثلا على صحة الأم والطفل، ما بنتكلمش على أمراض الأطفال أو أمراض النساء والتوليد، بنتكلم على صحة الأم والطفل لما تعانيه من مشاكل في القارة الإفريقية، في تراجع في العديد من المؤشرات، زيادة في عدد الوفيات، نقص في الأطباء المدربين في هذا التخصص، نقص في التطعيمات. نناقش الموضوع من جوانبه المختلفة ونضع إطار للتعاون المصري الإفريقي الوثيق. صحيح. وفي نفس الشيء في حركة التجارة العالمية، احنا بنسعى أن تكون مصر محطة أو قبلة، بنقول عليها بلغة التجارة هب، يعني أو مركز أساسي لتقديم كل ما هو جديد في التكنولوجيا الطبية وفي الأدوية إلى القارة الإفريقية، أن تمر من خلال اتفاقات من خلال مصر، وهذا هو ما نصبه إليه إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا عدي وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدى الطبي الإفريقي. إذا احنا هنا قدام حدث مهم، ويمكن انا امبارح وانا بسمع كلمة يعني الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، اولا دكتور تاج الدين كان بيتكلم بقلب وبيتكلم بضمير وبيتكلم بإحساس عالي جدا عن ما جرى في يعني الخدمة الصحية في مصر خلال يعني في خلال هذه السنوات. فيسعدني أن أستمع أيضا لمعالي الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية. أهلا بك يا فندم. دكتور عوض معانا يا فندم؟ طيب نشوف تليفون، لأنه امبارح هو بيتكلم مش بيتكلم بروح يعني إنه شخص، وهو أكد على ده إنه مثلا بيجامل، لانه دكتور عوض تاج الدين كان وزيرا للصحه في فتره سابقه، وهو استاذ من اساتذه الطب الكبار في مصر، وعاصر فترات كثيره جدا وشاف الخدمه الصحيه عامله ازاي. لما تيجي الشهاده منه ويقول ان هناك اضافه حقيقيه او تطور حقيقي حدث، فيعني انا اصدقه بشكل كبير. يبدو انه الاتصال مع دكتور عوض تاج الدين فيه مشكله، لكن خلاص، يعني انا حبيت اشيد بالكلمه اللي قالها والاشاره اللي عملها امبارح. عندنا بقى قضيه مهمه جدا ناس كتير هيتكلموا فيها بنفس الشكل المعتاد. حضراتكم عرفتوا انه في مسؤول حزبي هندوسي اساء اساءه بالغه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن انه هذا المسؤول اهو قدام حضراتكم، لا يشغلني اسمه ولا يشغلني منصبه الحقيقة، ولكن هذا المسؤول الهندي خاض في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يليق وبما لا ينبغي حتى من أي معتنق دين آخر أن يفعله مع الإسلام. في مطعم ناس كتيرة جدا من زمان بيحاولوا يدخلوا للإسلام وللرسول منه، لأنه هو تكلم عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة، وأنه تزوج منها وعمرها 6 سنوات وهذا أمر مردود عليه عدد كبير جدا من المؤرخين المسلمين وكتاب السيرة، يصروا على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة عائشة وعندها 6 سنين، أو في أقوال أخرى وهي عندها 9 سنين. أنا بأحيل الناس مبدئيا إلى أن هناك بحوث قام بها باحثين مرموقين وقالوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة عائشة وعمرها 18 سنة. معرفش ليه الناس ما بتاخدش بمثل هذه البحوث وتعيد تقديم السيرة بتاعتنا مرة أخرى للعالم. يعني في بعض الحاجات كده اللي الناس متوقفة عندها وبتتعامل معها كثوابت، لانه هذا الشخص يعني اللي انا اصفه تماما بانه شخص تافه، واقول لكم حيثيات تفاهته ايه، انه طعن في وقال انه الرسول تزوج من السيده عائشه وعندها 6 سنين، وبعدين اتكلم عن الاسراء والمعراج. اول تحول حاجه في تفاهته زي ما بقول لحضراتكم انه بيعيد انتاج اشياء اكل الدهر عليها وشرب،
وحاجات موجودة في كتب المسلمين وفي كتب السيرة. يعني هو ايه؟ لم يخترع جديدا، يعني لم يخرج علينا هذا الشخص بحاجة جديدة بيهاجم فيها مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خلينا منصفين، يعني انا بالنسبة حكومات الدول العربية والإسلامية طلعت بيانات وعملت رد عنيف جدا عليه، وهنا الأزهر طلع بيان ودار الإفتاء طلعت بيان. يعني الأزهر بشكل واضح جدا قال إيه؟ الأزهر يرفض بشدة تصريحات مسؤول هندي تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة. الأزهر الإساءة لرسول الإسلام وأزواجه يعني بذاءة وجهل فاضح بعلم مقارنة الأديان وتاريخ الأنبياء والرسل. كويس كده؟ ده كلام كويس مهم يعني، لكن خلينا نتكلم بصراحة. هذا المسؤول الحزبي الهندي الهندوسي ده هو لم يهاجم الرسول، هو كان بيهاجم المسلمين وكان بيسخر من المسلمين. وعايز اقول لكم حاجة، هو عنده حق، لان السؤال هو كيف قمنا بتقديم الإسلام وتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العالم؟ ما هو العالم مثل هذا الرجل الهندوسي أو غيره من الذين تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء الناس اللي رسموه أو الناس اللي عملوا أفلام عنه أو الناس اللي كتبوا مقالات أو الناس اللي عملوا روايات، هم تحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما وجدوه في الكتب الصفراء، كتب التراث الصفراء والكتب كتب السيرة اللي احنا ما بنحاولش نشتغل عليها وننقيها ونشوف ايه المنطقي وغير المنطقي. وهنا بقى مسؤولية الأزهر مش انه يصدر بيان، مش مسؤولية الأزهر انه يغضب لانه هذا غضب نظري، مش مسؤولية دار الإفتاء انها تطلع بيان تبكي فيه على ما حدث، مش دور الحكومات الإسلامية والعربية إنها تطلع بيانات نارية ضد هذا الهندوسي الذي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم وأساء إلى زوجاته. إحنا بنهزر، إحنا كعالم إسلامي لا شيء بمؤسساته بعلمائه ولا شيء أصلا خالص. ببساطة شديدة جدا محدش سأل نفسه، هما الناس دول اللي بيهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجموا زوجاته استندوا لايه؟ جابوا الكلام منين؟ قروه فين؟ مش قروه في الكتب اللي العلماء او الناس القائمين على الدعوه حولوها الى كتب مقدسه وما عادش يقرب منها. مش هو ده؟ مش هو ده اللي جاي؟ مش هو ده اللي جه في البخاري وجه في مسلم؟ مش هو ده اللي جه في الكتب كتب السيرة اللي الناس بتتعامل معاها على انها كتب مقدسة؟ ونيجي نقول يا جماعة نعيد النظر في هذا التاريخ وفيما كتب، لانه في ناس دست على التاريخ الاسلامي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات كتيرة جدا دستها عليه. فتعالوا ننقي الكتب دي ونخرج للعالم ما نطمئن الى انه صحيح. فلا يوجد مطعن ولا يوجد مأخذ ولا يوجد باب للدخول للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأولى بتوجيه اللوم لي والعتاب عليه والغضب منه هو الناس اللي مسؤولة عن الدين الإسلامي أو بيقولوا إن هم مسؤولين عن الدين الإسلامي وحراس لي. هو الراجل ده الهندي التافه ده ولا ليه قيمة بالنسبة لي، وكان الأولى إن الناس تصمت عنه لأن هو مقتله في تجاهله. يطلع إيه هو؟ او يمثل ايه هو؟ قال كلمتين بيضحك بيهم على اتباعه، لانه قال لك الهندوسي الوقت بيقولوا الكلام بشجاعه وان المسلمين لو عرفوا تاريخهم مش هيتبعوا الاسلام. هو بيهاجم المسلمين وعاوز يدخل في مشكله مع المسلمين امر هناك، لكن دي فرصه ان احنا نقول الكلام اللي محدش عايز يسمعه او نقول الكلام اللي الناس بتتجاهله. يا جماعه واجب المؤسسات الدينية في مصر والمؤسسات الدينية الإسلامية في العالم الإسلامي إنها تنتبه. إحنا قدمنا الرسول إزاي؟ بنقدم الإسلام إزاي؟ الناس دي وصل لها الدين بتاعنا بشكل أنه إيه؟ ما هو بناء على هذا الكلام بيتكلم، وبناء على ما يقرأه في الكتب بيكون وجهة نظره. إحنا خلينا نفسنا طول الوقت في مرمى السهام. فأنا بأخاطب بدلا من أن يصدر الأزهر بيان غاضب او الإفتاء تصدر بيان غاضب او اي مؤسسة
تصدر بيان غاضب، ما تيجوا يا جماعه تعالوا نشوف احنا عندنا ايه في تراثنا اللي احنا قدسناه، واللي احنا يعني بنتعامل اي حد يقرب منه نلعنه ونكفره ونخرجه من المله. لا، انا شايف انه طبعا طبعا ما بقولش ناس ما تطلعش بيانات، لكن جنب ده نعمل شغلنا، لانه الحقيقه الاساءه للرسول صلى الله عليه وسلم لم تضر سيرته، ولكن هي بتظهر ضعفنا وهزلنا. وهذا الهندي التافه سيمضي الى مزبله التاريخ زي ما مضى كل من تجاوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اطمئن لده، بس انا بنبه بقى الامر ده هيتكرر تاني. هيطلع واحد النهارده في الهند، كان قبل كده في فرنسا، قبلها في كندا، مش عارف بعد كده فين، هيفضل ده موجود. ليه؟ لان الصوره اللي احنا رسمينها للاسلام وللرسول هتظل موجوده، والناس دول هيتعاملوا معاها وهيسيئوا اليه بسبب ما فعلناه نحن. هذه دعوه والله مخلصه. كل من يريد ان يدافع عن الرسول فلينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنقيه ما جاء في كتب السنه وما جاء في كتب السيره من اشياء لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق. رجال هم من كتبوا السنه، يعني الرسول لم يدون السنه بنفسه، ورجال هم من كتبوا السيره. ففي رجال دلوقتي يراجعوا وينتقدوا ويعيدوا مره اخرى، يعني يفككوا ويركبوا مره اخرى ما جرى، عشان تطلع للعالم بحاجه بعد كده ما حد يجي يهاجمك، فانت تبقى يعني عارف انت عملت ايه. انما احنا فرطنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، سيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده، فيعني تجرأ عليه الاخرون. الملام طول الوقت في اي حدث مثل هذا انا شايف المسلمين مش غيرهم. اما الراجل ده فيعني زيه زي غيره الى مزبله التاريخ. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا. اهلا بكم من جديد. لما كنا بنتكلم عن المؤتمر الطبي الافريقي الاول، الحقيقه اشرت الى ما قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحيه والوقائيه، وقلت انه دكتور تاج الدين تحدث بقلب وبضمير وطني، لانه راى لديه خبره زمنيه عن الخدمه الصحيه في مصر، ويعرف الى اي مدى وصلت هذه الخدمه. كلمته الحقيقه رغم انه تحدث عن افريقيا صحيا والامراض المتوطنه اللي فيها، لكن انا شدني قوي ما قاله عما جرى في مصر خلال السنوات الاخيره في مجال الخدمات الصحيه. دكتور تاج الدين اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد اهلا بيك وشكرا جزيلا يا فندم. الحقيقه امبارح والله، لان انا كمان كنت موجود في القاعه، وشعرت بيه انه انا امام عالم كبير، رجل وطني كبير يعرف ما جرى ويقدم شهادته للتاريخ بعيدا عن اي معاني سياسيه وبعيدا عن اي مواقف. فما قلت في هذا الاطار الحقيقه انا يعني احب التاكيد عليه ومزيد من التفاصيل حوله للساده المشاهدين. والله يا دكتور محمد انا اتكلمت بكل امانه، أولا أمانة وطنية وأمانة علمية وأمانة حقيقية على أرض الواقع. اللي حصل فعلا في دفع عجلة التطور في الرعاية الصحية في مصر خلال الفترة اللي فاتت بكل أمانة لم يحدث قبل هذا. ما كانتش أولوية الصحة. فالنهارده أنت الصحة كصحة مباشرة الدعم لها يعني من جميع النواحي بدعم قوي وشديد من سيادة الرئيس والحكومة لم يحدث من قبل، سواء على مستوى تدبير الموارد المالية اللي احنا احتاجناها وتدبير الموارد المالية يعني جائحة كورونا الفظيعة اللي كانت موجودة في العالم كله، ورفع كفاءة كل المؤسسات الصحية وتجهيزها. كل دي كانت عوامل كثيرة جدا وكبيرة ساهمت بشدة في ان احنا قدرنا الحمد لله يعني باحسن ما يمكن عمله نتعامل مع ازمة وباء كورونا. صحيح. ثم وانت في نفس الوقت حضرتك بتتعامل مع ازمة وباء عالمي شديد محتاج امكانيات هائلة، محتاج غير الموارد المائية والمؤسسية والبشرية، انت بتتعامل ايضا مع 105 مليون مواطن مصري
لهم مطالب صحية روتينية زي التطعيمات واللقاحات، مطالب علاجية، حالات طوارئ في كل وقت ممكن تحصل. فأنت يعني في على نفس المستوى وعلى التوازي بتتعامل مع الاثنين. يعني سيادتك لما سيادة الرئيس قال امبارح قضية العمليات المؤجلة أو قوائم الانتظار، حضرتك احنا من تلاحها اسبوعيا، تصور حضرتك يعني اسبوعيا بنشوف كم حالة منتظرة وكم حالة عملت، مع وضع في الاعتبار ان كل اسبوع بيجي لك حالات تانية جديدة طبعا. يعني انت كنت بدأت مثلا بعشرين الف حالة مثلا، اسبوع بيضاف 5000 حالة، فانت عبال ما تخلص 10000 بيجي لك 10 تانية. وايه بقى سيادتك؟ في جميع التخصصات الطبية، جراحات قلب، زرع اعضاء، جراحات مخ واعصاب، حتى عظام، كل شيء. امبارح امبارح الرئيس فندم قال ان احنا عملنا 1,300,000 عمليه من بدايه هذه المبادره. بالظبط يا فندم. كل اسبوع بيزيد يا حضرتك. يعني العدد بيزيد كل اسبوع، وفي اداء، كل المؤسسات الطبيه بتشتغل، كل المستشفيات بتشتغل، والكوادر البشريه الحقيقه لها كل تحيه وتقدير، لانها بتؤدي واجب وطني كبير جدا. يعني الحقيقه ما حدش بيقصر في انه يعمل كل المطلوب منه الحقيقه. طب احنا حدث ما يشبه المعجزه يا فندم في ملف اعتقد ان احنا محتاجين نتكلم فيه كثيرا لانه لم ياخذ حقه بشكل كبير، وهو انه احنا في مصر كانت معاناه شديده جدا بالنسبه لنا مساله فيروس سي، ومن كان في عمليه استنزاف للناس بسبب فيروس سي. النهارده احنا احنا يعني مصر تعلن دولة خالية من فيروس سي، هذا ملف مهم جدا. معجزة يا فندم. خلي بالك سيادتك وعلى التوازي، أنت قضيت على فيروس سي. وقضيت على حاجة تانية اللي كان جزء من أسباب فيروس سي اللي هي بالهرش. ما أعرفش حضرتك فاكر بالهرش. طبعًا. إحنا ما كانش فيه، يعني كان عندك 35 إلى 40% من سكان مصر عندهم بالهرش. فأنت قضيت على، وقضيت على استخدام حقن الترطير المقيء اللي كانت بسبب التهاب الكبد. بالظبط. ده كان سبب. قدرت تسيطر بقدر المستطاع على مكافحه العدوى اللي هي التهاب السي. فكل دي كانت معجزه، يعني في امراض كثيره جدا. حضرتك مشكورا امبارح في المؤتمر ان مصر ما فيهاش ملاريا. بالظبط. ودي ايضا معجزه اخرى. متوطنة وهي موجودة في افريقيا وملهاش لقاح، يعني ملهاش تطعيم لحد دلوقتي يا فندم. يعني قلت في الكلمة ان احنا لما كنت وزير الصحة في منظمة الصحة العالمية، لما مع احد كبار الصحة في العالم اللي هو بيل جيتس عن طريق المؤسسة بتاعته، لما كان على اللي قدر يعمل فيروس الايدز اللي هو نقص المناعة المكتسب. قلت له حضرتك اللي انا سيادتك ما اعرفش حضرتك النقطه دي كانت واضحه ولا لا؟ لا كانت واضحه. عالج مرض ممكن وممكن نعالجه لكن ما بيشفاش تماما. قلت له في امراض في افريقيا بتقتل يعني تقريبا 1,000,000 شخص. كل واحد منهم وليه وممكن منعهم وشفاهم. قلت له على ملاريا والضرن اللي هو السل. فالنهارده سيادتك الدخول الى في اهميه، احنا كل ده الحمد لله استاذ محمد دكتور محمد نسب الضمان عندنا قل، الملاريا نحمي مصر منها بقدر المستطاع، وعندك حاجات كتير قوي يعني منها البلهرشه يمكن ما شريتها لكن هي من الاسباب الرئيسيه لالتهاب الكبد. صحيح. فكل صحيح. دي كل دي حاجات لله، اشكر ربنا ونحمده ونشكر الرئيس الحقيقه لانه دخل في هذه القضيه قلب قوي جدا وبدعم لا حدود له، ودي حاجه الحقيقه كويسه والحمد لله. الحمد لله دايما ودائما يعني بنستانس برايك وبدورك وبهذه الشهاده الامينه اللي حضرتك اديتها امبارح يا فندم، بشكرك جدا. انا بشكر حضرتك جدا وبحيي حضرتك وربنا يوفقك دايما. شكرا يا فندم. شكرا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحيه والوقائيه. طيب احنا قاعدين بنتكلم في البنى اللي احنا بنشتغل عليه، لكن ما بننساش طول الوقت الناس
اللي كانوا بيحاولوا يهدموا ولا زالوا عاوزين يهدموا. وانا بقول للناس، ناس كتيره جدا ما بتلتفتش الى انه جماعه الاخوان الارهابيه عندها تكنيك كده يتوهك، اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا بعضهم يجي الوقت لما نيجي نتكلم في اي موضوع او نقول علاقه الاخوان بيه، فاقول لك يا جماعه هو انتوا في غيبوبه؟ ما خلاص الاخوان خلصوا، هي مش شماعه. انا لا اشك انه هذه الدعايه او هذه الفكره وراها جماعه الاخوان طول الوقت. ليه؟ لان هو عاوز يخليك ما تفكرش انه او تبقى شايف ان هم مش موجودين وهم لسه بيشتغل. احنا امبارح فتحنا ملف انه تمزق هذه الجماعه، فشل هذه الجماعه، وهو فشل الحقيقه يعني ايه، عابر للعقود. طيب امبارح لما قلنا الجماعه الاخوان بتتحرش بالحوار الوطني، وهذا تعبير دقيق، يعني الحوار الوطني اللي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افطار الاسره المصريه، انا بجد انه جماعه الاخوان بتشظيها وتمزقها وتفتتها وتشتتها بتحاول ان تتحرش بالحوار الوطني. ليه؟ خليني استمع لرؤيه الحقيقه من كاتب وباحث مهم جدا في شؤون الجماعات عاش اقول الاسلاميه، يعني جماعات السياسيه المتلحفة بالإسلام، الكاتب والباحث الكبير الأستاذ طارق أبو السعد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أنا عايز أنطلق معاك أستاذ طارق من مقال أخير حضرتك كتبته، وقلت أنه في النهاية إحنا مش قدام جماعة إخوان واحدة، إحنا قدام أكثر من جماعة، أكثر من اتجاه، أكثر من مسار. فلو حضرتك توضح لنا هذه الفكرة في البداية قبل أن ندخل إلى المحور الرئيسي في النقاش. تمام. الأول أنا بحيي حضرتك وبحيي مشاهديك الكرام. أشكرك. واختيار الموضوع ده مهم جدا، والمقدمة اللي حضرتك طرحتها غاية في الأهمية، وهنبقى نرجع ليها على وإحنا بنتكلم عن الإخوان ودعاويهم لتظبيط الهمم، اللي هي ان الاخوان مسجونين، الاخوان مطاردين، الاخوان بره، الاخوان انتهوا، يا اخوانا كل حاجه شمعت الاخوان، احنا بنتكلم فيها بعدين، بس خلينا نتكلم دلوقتي عن الاخوان المسلمين. اتفضل. الاخوان المسلمين جماعه تتعددت فيها الانشقاقات عبر تاريخها من اول حسن البنا حتى اللحظه، لطبيعه التكوين بتاعها قائم على هذا الامر، وان هم لابد ان هم ينشقوا على نفسهم، وفصيل هياكل فصيل ثاني. اللحظه اللي احنا فيها دي مفيش فصيل قدر ان هو يتغلب على الفصيل الثاني ويطرده. في ثلاث فصائل رسميين لهم مواقع رسميه، لهم تمويل رسمي، لهم عناصر مؤمنه بيهم. الانشقاق انشقاق مش فكري، انشقاق تنظيمي، اداره وراس. انما الفكره واحده، يعني الفروق الفكريه اللي ما بين تنظيم ابراهيم منير المقيم في لندن، او تنظيم محمود حسين المقيم في اسطنبول، او تنظيم الكماليين او المكتب العام يعني الكماليين ده نسبه لمحمد كمال. محمد كمال يعني ده مؤسس اللجان النوعيه الارهابيه. الاخوان هم مؤسسي جماعه اللجان الارهابيه، الاخوان المسلمين، لم يكن وقتها محمد كمال، ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، لم يكن محمد كمال معبرا عن ذاته، ولكن كان معبرا عن الجماعه في هذه اللحظه، ومكتب الارشاد الكامل والمرشد وجميع اعضائه كانوا موافقين على هذه الخطوه، علشان هم ناويين يخليه هو كبش الفداء. يشيلوها له يعني. بالظبط كده. الثلاثه مختلفين على الاداره والتمويل وقياده الجماعه، ما فيش فكره خاصه مستقله بينهم. دول يا فندم الثلاثه الرسميين اللي ليهم مواقع، اللي هو جابت ابراهيم منير في لندن، وجابت محمود حسين في اسطنبول، والكماليين او المكتب العام، مش كده؟ برضه في اسطنبول هم موجودين. طيب وفي الرابع بقى اللي هي السيوله العامه للاخوان، اللي هم ما لهمش صوت وما لهمش كيان، ومش عارفين يحطوا نفسهم كيان، لكن ما زالوا نقدر نسميه التيار السائل، يعني التيار الاخواني السائل، السيوله الاخوانيه. لكن لكنهم مش الخارجين عن الاخوان، او اللي هم خدوا موقف، او اللي هم لا، دول السيوله الاخوانيه التي ترى ان الجماعه على حق، وانها لكنهم بس مش لاقيين مكان اداري وتنظيمي في الثلاثه، فهم عاملين سيوله اخوانيه، ودول خطر جدا، لان اي فصيل من الفصائل انتصر الفصيل ده هينضم له فورا، باعتبار ان هذه هي الشرعيه. ودي خطوره السيوله، ليه احنا بنذكرها دايما؟ لانها الرصيد اللي هياخده اي فصيل انتصر من الفصائل الثلاثه. نرجع للحوار.
انا عايز اسال حضرتك صحيح. يعني هم لم تتم دعوتهم اصلا للحوار، واذا بي انا كده. سميت انه ما يجري تحرش بالحوار، هل هذا تعبير دقيق؟ لحد كبير. الاخوان المسلمين غير مدعوين للحوار، وهم يعلمون انهم غير مدعوين للحوار. تمام. طب هم ليه اعلنوا، الثلاث تشكيلات اعلنت موقفها من الحوار؟ دي نقطة مهمة جدا. الحوار في اصله هو نوع من التقارب ما بين رؤية الدولة ورؤية العاملين بالعمل السياسي، سواء في العمل العام او الاحزاب المعارضة، اذا كان بين قوسين هنقول انهم معارضة، لكن اللي ليها وجهة نظر مختلفة عن منظومة الدولة الحالية. تمام. التقارب ده خطوة جيدة جدا ومهمة جدا، والرئيس اشار اليها وقال بدون اقصاء لاي احد. طيب كده هيبقى في ثنائية ما بين الدولة وما بين المعارضة، حكومة والمعارضة. الموقف كده فين الاخوان فيه؟ فقالوا احنا بالبلد كده يعني فيها لا نخفيها. الحوار ده على جثتهم مش هيتم، هنشوهه، هننهيه، هنفرغه من مضمونه. عملوا ايه؟ اول حاجة جماعة منهم قالت ان احنا نقبل الحوار تحت شرط المصالحة. يبقى بيحول الحوار الى مصالحة وما بين الاخوان وما بين الدولة، مش ما بين اجهزة الدولة او الحكومة والمعارضة، بيننا وبينكم. اتنين، فصيل التاني اللي هو الفصيل اللي قال تحت عنوان مصالحة ده فصيل ابراهيم منير على لسان يوسف ندى. طب الفصيل الثاني، الفصيل الثاني قال شروط منها إعادة المحاكمات مرة أخرى، النظر في قضايا الإرهاب، إعادة الجماعة مرة أخرى، شروط شديدة شوية لكنه حاطط شروط برضو علشان تفضل الثنائية يا إخوان يا نظام يا إخوان. يعني الفكرة يا أنتم المعارضة مش موجودة. ما تجيبليش الرموز معارضة تطلع تتكلم وتتبنى قضايا الوطن أو تتبنى قضايا اقتصادية أو تتبنى قضايا فكرية وتبقى رموز بعد كده. الرمز الإخوان المسلمين يا سيد الفاضل عندها مقعدين بتنافس عليهم. المقعد الأول مقعد القيادة والرئاسة، المقعد الثاني قيادة المعارضة. لو المقعدين دول ما خدهمش هم بيكسروا المقعدين دول وبيكسروا اي حد بيقترب منهم. يعني عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا، حضرتك شايف انه ما يفعله الاخوان فرض نفسهم على ساحة الحوار او ان هم يقولوا مواقفهم، هو هنا يريد افساد هذا الحوار ويريد تحطيم المعارضة او الاحزاب السياسية العاملة، لان هو عاوز يبقى هو فقط اللي قدام النظام، انا والنظام اللي موجودين، اي حد تمام. غيرنا مش هيبقى موجود. تمام، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، فلنفرض ان ما تمش، على الاقل بعض الفصائل المعارضة هتبقى مصدقة ان هم فصيل وطني معارض. طيب لماذا يستبعد؟ فتسمع انت اصوات من داخل المعسكر اللي المفروض مدعو للحوار وهو بيطالب بدعوة الاخوان. طب يا سيد الفاضل هذه جماعة ارهابية لن تنضم للحوار. ما انا عايز اسألك هذا السؤال لانه في ناس بتطرحه، يعني في ناس بتطرحه. انا طبعا انت عارف اجابتي اللي هو طب ليه ما يدعوش، يعني ليه ما يتمش دعوتهم؟ ايه مبرراتك؟ يعني انا معاك، انا متفق انه هم ما يتمش دعوتهم. لا يعني انا كمحمد الباز يعني مش رافض دعوتهم، انا رافض وجودهم وانت عارف ده من زمان. يعني انت تقول انه حيثيات انه هذه الجماعة لا تدعى لهذا الحوار. واحد، انا كمواطن مصري اخاطب اهلي وشعب مصر انه يرفضوا حوار الاخوان اذا اي حد طرح الاخوان كفصيل. واحد، هذه الجماعة لا تؤمن بالوطنية المصرية الوطنية، ولا تؤمن بالدولة المصرية ولا أركان الدولة الحديثة. وهي ترى نفسها فوق الوطن وفوق المجتمع وفوق المؤسسات، فبالتالي دعوتهم للحوار في غير محل. دي رقم واحد. رقم اتنين، دعاويهم السابقة بهدم أنظمة الدولة على رأسها الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الرسمية علشان يحتطوا فيها النكاية، دي لابد ان احنا تبقى تحذير شديد، لازم تتحط يافطة كبيرة. ازاي هتدعو واحد كان بيدعو الى قتل الدولة المصرية نفسها ممثلة في الجيش والشرطة؟ فبالتالي وحتى كمان المجتمع ده كان بيسب المجتمع نفسه، بيعتبرهم عبيد بيادة. احنا نسينا الالفاظ دي، الالفاظ دي معبرة عما يكنه الاخوان المسلمين حتى في الصورة السائلة، حتى في الصورة الغير منظمة.
يعني الإخوان لمجرد أنه انضم إلى الجماعة ربما هو كان مواطنا مصريا صالحا زي آلاف المصريين، لكنه فور جماعة لأسباب كنا بنشرحها بعدين، انضمت للجماعة هتؤمن كما يؤمن أفرادها أن الوطن تراب عفن. حفنة. مجرد حفنة من تراب عفن. هتؤمن بده. هتؤمن ده من غير من غير حد الكلام ده. دي رقم واحد. رقم اثنين يعني دي رقم ثلاثة قصدي. النقطة الأخيرة والأهم، الإخوان غير جادين بالحوار، إذا كانوا هم غير قادرين على إدارة حوار بينهم وبين أنفسهم، هيكونوا قادرين صحيح. على إدارة حوار مع صحيح. الدولة. يعني صحيح يعني هم في حالة تشظي وتشرذم. وفي حالة اختلاف طول الوقت ولا تجمعهم مائدة واحدة، هم كمجموعة، فازاي فعلا نتصور الله انت بتشير الى نقاط مهمة جدا في استراتيجية الله يخليك طبعا. دي حقيقة الاخوان غير جادين في الحوار، الاخوان هدفهم مجموعة اهداف صغيرة، تفريغ الحوار من مضمونه او افشاله، او ان في اصوات تنادي بعودتهم، يطرح نفسه كبديل، يطرح نفسه كقوة معارضة والدولة هي اللي مش عايزاه. مجرد ربما برضو التباين حضرتك لازم تعرف الثلاث الوان اللي هم عاملينهم ليه؟ علشان لو في حد رافض الصيغه المتشدده يقبل بالصيغه المتشدده. فهم بس مستنيين منفذ صغير داخل يعني على طريقه فؤاد المهندس، يعني مش عاجبك نادي ياخد سوسو يعني بالظبط كده. على غير ترتيب، لكنه دي مواقفهم الحقيقيه. هم في النهايه لهم رغبه جدا هم ادركوا في اللحظه الحاليه ان خساره المشروع انتهى، هو لابد انه يرجع تاني، عايز يرجع تاني باي شكل، واحنا لو سمحنا بالرجوع مره اخرى سواء بتاحه الحوار او باداره او بالجمله الخطيره اللي هتنتشر الفتره اللي جايه على السنه بعض النشطاء. ايوه اعاده دمج الاخوان في المجتمع. انت متوقع ده؟ طبعا. وهتسمعها وارجو لما تظهر الجمله دي استدعيني عشان اقول خطوه. لا انا مش هستدعيك لما الجمله تظهر، انا يعني بدعوك لانه انا طرحت فكره وحضرتك يعني اشرت ليها. احنا محتاجين بخبرتك، يعني خبرتك الفكريه والميدانيه، نفكك للناس المقولات واساليب الدعايه بتاعه الجماعه اللي ما تزال حتى هذه اللحظه، يعني نعم. اللي هو فكره هم بيشتغلوا ازاي على اللعب بالعقول. فيعني تقبل دعوتي الاسبوع الجاي ان شاء الله، لان انا حتى هذه الحلقه يعني ضيف عليها الزميل العزيز تامر امين كان المفروض هيقدمها، فاحنا نتفق الاسبوع الجاي تكون موجود معانا، ويبقى هو ده المحور انه كيف تتعامل هذه الجماعه ولجانها الوقتي مع العقل الجمعي المصري بيشتغلوا عليه ازاي عشان الناس تبقى منتبهه. تمام. ان شاء الله. وبشكرك جدا لتواجدك معايا الان الكاتب والباحث الكبير الاستاذ طارق ابو السعد. طيب هنا المساله جد لا هزل، يعني جد لا هزل في مستويين، مستوى الحياه اليوميه والمشاكل والاكل والشرب ومستوى مستقبل الوطن بشكل عام. محدش بيقول انك تضحي بالحاجات الاساسيه بتاعتك، لكن في نفس الوقت مفروض انه هذه الاشياء لا تشغلك على انه في معركة كبيرة موجودة، وهذه المعركة ما خلصتش ومش هتخلص، ما خلصتش ومش هتخلص. وهفكر حضراتكم بده قريب جدا، لانه في احداث بيتم الترتيب ليها برة من الجماعة ومن اعلام الجماعة، افتكروا الكلام ده قريب، يعني يتم الترتيب لحاجات جديدة جاية تستهدف هذا الوطن. وخلونا نستكمل هذه الرؤية برضو من الكاتب والباحث الكبير الأستاذ ماهر فرغلي. أستاذ ماهر أهلا بيك يا فندم. مساء الفل يا دكتور محمد. يعني أنا أعرف أنك يعني إيه في هذا الملف وفي ما يقوم به الإخوان يعني على طريقة أهل مكة وأعلم بشعبه، صحيح أنت من أهل هذا الملف أو من أكثر الناس دراية به الآن، وبجد عندك من المعلومات ومن التحليل ما لا أجده عند كثيرين. احنا دلوقتي قدام واقع بيقول ان هناك حالة من التربص من هذه الجماعة بما يحدث في المجال العام في مصر الآن، وتحديدا بالحوار الوطني. يعني ترصد هذه الظاهرة ازاي وتحللها لنا بإيه؟
احنا اتكلمنا كتير طبعا عن في الملف ده، خلينا نرصد الاسابيع الاخيره يعني الاسابيع الاخيره من الاخوان المسلمين ماذا تفعل وماذا تقول وماذا تتكلم. فضل. احنا انتهينا بعد دعوه السيد الرئيس بالحوار الوطني، لقينا جماعه الاخوان الى ثلاثه اقسام، ثلاثه اجنحه بمعنى ادق، اللي هي شغاله دلوقتي خارج مصر مش داخل مصر. الجناح اللي هو جناح المكتب العام، وده الجناح اللي هو دايما رافع شارة العمل المسلح الثوري، يحط العقل اللي بيسموه الثوري المبدع، والجناح اللي هو جناح محمود حسين، والجناح الاخر جناح ابراهيم منير. التباينات بين الثلاثه تباينات كبيره نوعا ما، كلام كتير على ان هذه التباينات تباينات مصنوعه من صناعه جماعه الاخوان ذاتها. هم شايفين ان هم لازم يعملوا هذه التباينات عشان خاطر يحتووا اعضاء الجماعه، وفي ذات الوقت يبقى ليهم اكثر من خطاب مزدوج. والجماعه طوال الوقت دايما من زمان تعمل خطابات مزدوجه للخارج غير الداخل، لافرادها غير للناس اللي خارجين عنها، وهكذا. الرؤيه الثانيه بتتكلم على ان من المحتمل ان هناك فواعل خارجيه زي الارتباطات بأجهزة استخبارات أو الإصراع على النفوذ والأموال عملت هذه الانقسامات الثلاثة الإخوانية. في النهاية هم طلعوا بيانات متباينة الثلاثة، كل بيان فيهم مختلف عن الآخر، بيطرح شكل معين ما بين التشدد إلى إبراهيم منير هو أقلهم نوعا ما ويوسف ندى. لكن في النهاية طبعا ده كله مش هينفع، وجدوا أن هناك صدود من الشعب المصري، وجدوا أن هناك محدش أصلا دعاهم للحوار، في حالة رفض كبير جدا لوجودهم حتى من القوى السياسية الداخلية إلا بعض اللي بيطلقوا على نفسهم ناشطين. فهم شافوا أن المعضلة في هذا الموضوع هو معضلة أنهم أجنحة ثلاثة. نعمل ايه؟ لقينا في خلال الاسبوع اللي فات سربوا تحدثوا عن تسريب، قالوا ان محمد بديع قال ان الجماعه لابد ان يحسم امرها الى ابراهيم منير. النهارده وانا بتكلم معاك في صباح باكر النهارده، التسريب الذي خرج من جماعه الاخوان على بعض صفحاتهم في تليجرام يتحدثوا على ان هناك اجتماع دار للتنظيم الدولي، هذا الاجتماع راى أن الجماعة لابد أن يقودها إبراهيم منير، وأن محمود حسين حاول كل المحاولات لحضور هذا الاجتماع، فالتنظيم الدولي رفض حضوره، ومن ثم أن الجماعة الآن تتبع إبراهيم منير ولا وجود لمحمود حسين. واحنا بنتحدث الآن، هذا آخر ما درى. الآن ده حديث، ده حاجة جديدة جدا. فهو كده حسمها إبراهيم منير بحيث إن هم طرحوا دلوقتي لم الشمل، ما يسمى لم الشمل، إحنا عشان خاطر نكون مقبولين يبقى خلينا في الرؤية بتاعت إبراهيم منير. طب رؤية إبراهيم منير إيه؟ عشان خاطر أخترق المجتمع المصري. واحد، إن أنا هعلن طوال الأيام اللي جاية، وده هتشوفه كتير جدا، نحن هنعلن فصل الدعوة عن السياسة. ما فيش حاجه زي كده خلي بالك، بالمناسبه عمليا يعني لما تيجي تتكلم عن فصل العمل ده ما بيحصلش، واخد بالك؟ وده جمال حشمه بصرح بيه بالمناسبه، وبدات التصريحات. اتنين، احنا هنفصل التنظيم الدولي وعمله عن التنظيم داخل مصر. احنا يا جماعه عشان تقبلونا احنا خلاص، احنا مش تبع التنظيم الدولي، مش حاجه اسمها تنظيم دولي، التنظيم الدولي شغال مع نفسه بره. ثلاثة، احنا ممكن نوقف العمل السياسي لمدة من 7 سنين الى 10 سنين، وانتم مش هتشوفونا في الواجهة السياسية. ده كلام ابراهيم منير اللي هو محمود حسين كان معترض عليه. ده الطرح ده الطرح كمان اللي هيبقوا معتمدينه والالحاح عليه خلال ايام الجاية. خلال الفترة انت كده هتبقى في موقف تقول يا جماعة هيطلعوا الناشطين ويطلعوا القوى التانية اللي هي الطابور الخامس، يقول لك طب ما يا جماعة ما بيجوا كويسينهم، ما هم هيتوقفوا، وهم هيفصلوا الدعوة عن السياسة، انتوا ليه منعينهم عن الحوار الوطني ومنعينهم عن العودة مرة أخرى؟ هي دي خطة الإخوان اللي هي اللي جاية خلال الفترة احنا بنتكلم كده يا أستاذ ماهر، وكأنه الجبهة أو الوقت توحيدهم عند إبراهيم منير. ده أنت بتتكلم على هذا الطرح زي حصان طروادة كده. لا طبعا، يعني حصان طروادة اللي هو المنفش. يجمل لك صورة وبعدين هو بسيوفه بأسلحته بحاجته داخل عليك بصوره يحاول ان هو يجملها ابراهيم منير طروحاته الفتره المقبله، هو يوسف ندى، ان هم هتبقى طروحات نوعا ما
يعني هادئة غير الطرح اللي هو الطرح بتاع المكتب العام لجماعة الإخوان، وبيحاول ان هو يقول لك ان الجماعة ضعيفة والجماعة تصل الرسالة والخطاب يصل ان الجماعة ضعيفة الآن والجماعة مش في حالها الطبيعي والجماعة محتاجة ان هي فترة من فترة انتقالية. هم عاوزين يعودوا للعمل بأي وضع للواجهة بأي وضع إن كان، هم مش متحملين البعد عن المشهد بهذا الشكل. دي جماعة الإخوان في حالة مرضية شديدة جدا، متهتكة ضعيفة. هناك حتى التنظيم الدولي للإخوان العالمي ومجلس الشورى بتاعه شايف ان المصريين أساءوا لجماعة الإخوان وانهم لابد ان الإخوان الإخوان اللي هو جماعة الإخوان المصرية أساءت المصريين يرجعوا للوراء قليلا ويقود التنظيم الدولي، لان هم بالنسبة لهم فشلوا. نعم فشلوا، يقود التنظيم ناس من الخارج. وهنا طرح ان 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 الهمام بتاع الاردن هو اللي يقود التنظيم الدولي، او ان سمير فالح اللي هو بتاع تونس هو اللي يقود التنظيم الدولي، وده بنسبه كبيره جدا. طب هنا فكره، الفكره فاكر زمان الفكره اللي كانت مطروحه دايما بتاع تدويل منصب المرشد العام، لان هو كان المرشد العام ده كانوا بيقولوا انه من مصر عشان تاسست في مصر يعني. رغم تفتت هذا المنصب الان ولكن يمكن ان يعلن عن مرشد عام للجماعه من خارج مصر. بيصطدموا باللائحه هنا، وهتلاقي المصريين متمسكين يقول لك المرشد على قيد الحياه، هتحصل مشكله فيها. لكن هم عاوزين يخلوا حد يمسك التنظيم العالمي، مجلس الشورى بالنيابه عن محمد بديع يقود التنظيم العالمي يكون غير مصري تماما، والغالبيه ما تكونش للمصريين. المصريين يعاملوا كقطر من الاقطار وليهم صوت واحد زيهم زي الاقطار الاخرى. اعتقد ده هيحصل، لان هم عاوزين يرجعوا المصريين شويه. صحيح. بشكرك جدا الكاتب والباحث الكبير الاستاذ ماهر فرغلي. ما نقوم به من تقليب نحن لا نقرا في الماضي، لا نقرا في اوراق الماضي، نحن نقرا في اوراق الحاضر وما يعني ننتظر في المستقبل. ناس معتقدة أنه خلصت المعركة، خلصت، لا، أنت أمام خصم عنيد جدا ومجروح جدا ويشعر أن له ثأر، وثأر الإخوان يا جماعة ليس من الجيش فقط وليس من الشرطة فقط، ثأر الإخوان بالنسبة لهم عند الشعب المصري كله. فإذا سمح الناس لهؤلاء أن ينفذوا من أي نافذة فأعتقد أنه هيبقى في مشكلة كبيرة جدا. خلينا نطلع فاصل ونرجع بقضية مهمة جدا، وهو ايه اللي حصل مع محمد صلاح، واحنا كمان بقينا عاملين كده ليه؟ يعني الناس، احنا كنا بنطالب بتكريم محمد صلاح، تم تكريم محمد صلاح، الناس اتعاملت مع المسألة ازاي؟ خلونا نتكلم في ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا هنا في هذا البرنامج طالبنا انه أو قلنا أنه محمد صلاح لما كان جاي القاهرة عشان يشارك في المباراة اللي هي كانت ما بين مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، الحمد لله يعني فزنا بها 1-0. أنا كنت شايف محمد صلاح نازل في المطار كده متخفي يعني، وكأنه عامل عملة يعني. وقلت يا جماعة ما ينفعش يعني، قلت أنه الراجل كان يجب أن يتم استقباله بشكل لائق بنجم مصري كبير جدا وبطل عالمي. ويومها قلت يمكن يكون اتحاد الكوره مثلا شايف انه ده ممكن يعمل مشكله عند اللاعبين الاخرين، يعني هو لاعب في المنتخب المصري ودول لاعبين في المنتخب، ف طب ليه يقول لك ليه تمييز محمد صلاح، رغم انه محمد صلاح اكبر من هذه المعاني، مش عاوز اوصفها بحاجه ثانيه. طيب قبل الماتش اتحاد الكورة، وكان موجود وزير رياضة دكتور أشرف صبحي، تم تكريم محمد صلاح 3 حاجات. خد هذا الدرع وتم تقليده بقلادة توت عن خامون، واتعمل له ممر يعني شرفي كده من فتيات وهو داخل للملعب. حلو، شكرا جدا. والناس يعني زي ما بيقول المثل الصيني ايه، ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي، فيعني انه التكريم حصل حتى لو متأخر فمش مشكلة، لا المهم انه حصل. تمام. بدأ الناس بقى يعملوا ايه، شوية حاجات كده غريبة. اول حاجة اللي هو جابوا الدرع ده اللي هو ماسكه محمد صلاح
وقال لك ده درع متقلد، درع ايه متقلد، وزي الدرع اللي هو بيبقى بيقدمه زميلنا العزيز الكاتب الروائي والاعلامي عصام يوسف اللي بيقدم برنامج العباقرة على القاهرة والناس، او جابوهم جنب بعض كده، اللي هو ايه اللي على الشمال ده يعني خده محمد صلاح، واللي على اليمين ده بتاع العباقرة. للدرجة اللي هي استفزت عصام يوسف، وكتب عصام يوسف على صفحته بوست يوضح ده، يعني يقول ايه يا جماعة، انه خلونا نتكلم جد، يعني انه برنامج العباقرة لا يملك حقوق الملكية الفكرية للكاس الذي يقدم في كل نهائي ولا يمتلكه حصري. يعني ده اللي قاله عصام يوسف. وبعدين بيقول الكاس ده من كريستال عصفور، خامته وصناعته حلوة جدا جدا ومش رخيص. وبعدين صلاح فعلا عبقري واستحق الكاس والتكريم عن جدار. فاذا اول حالة احنا بقينا محترفين في ايه يا جماعة؟ محترفين في ايه؟ في افساد اي حاجة بتحصل. قلنا الراجل يتكرم، طيب جه يتكرم، فبدأنا اللي هو ايه؟ لا ده الدرع ده مسروق، ايه ده مسترخصين. طيب الحاجة التانية لما تم يعني منح صلاح اللي هي القلادة بتاعت توت عنخ امون، دي هي قلادة الملك توت عنخ امون، وكأن انت اللي هي في صدره دي، وكأن انت بتقول يعني ده بقى راجل ملك فعليا، يقول لك الملك المصري الفرعون المصري، ففيها اشارة مهمة جدا. طب نفسدها ازاي؟ فقاموا جايبين الصورة، معرفش الشباب جابوها ولا لا، الصورة بتاعت فريد شوقي اللي هو في الفيلم الشهير بتاعه بتاع فتوت نازل الغلابة، اللي هو ايه العقد اللي هو كان فريد شوقي كده يحطه حوالين رقبته فيختفي. فالصورة بتاعت فريد شوقي دي تفتكروا انتوا الفيلم ده بتاع فتوت نازل الغلابة، فقال لك ايه، حط صورة وقال لك ايه صلاح اول ما يحط العقد ده هيختفي. افساد افساد للمشهد. وبعدين الممر، فقال لك هو في ايه صلاح ما كانوا جابوا نجوم الكورة وكانوا جابوا نجوم كبار، معنى رمزي. المسألة انه يا جماعة والله العظيم كفاية افساد افساد لكل حاجة بتحصل في حياتنا، وكفايه هذه الروح السلبيه اللي طول الوقت احنا قاعدين نصدرها. انا راجل بالنسبه لي يعني الكوره بدات مؤخرا والله بسبب البرنامج ده اتابع كوره واشوف ايه اللي بيحصل يعني. فانا بالنسبه لي مثلا المنتخب امبارح بيلعب، احنا فزنا 1-0، ايه المناحه اللي معموله دي؟ وايه حاله الهجوم غير الطبيعي على ايهاب جلال؟ يعني ايهاب جلال راجل بيدرب المنتخب، جبناه ويدرب المنتخب، درب المنتخب وفي اول مباراه ليه اهي فاز 1-0 كويس. ايه حاله انه الجلد المتواصل اللي حصل لإيهاب جلال امبارح ده؟ انا هنا بتكلمش في الكوره، انا هنا بتكلم عن سلوك ناس احيانا والله طيب مش عارف هم عايزين ايه، يعني متبقاش عارف هم عايزين ايه. يعني انت دلوقتي كسبت، طب الحمد لله كويس جدا، هتقول لي لا الكرة مش مكسب بس، الكرة دي اداء وفنيات ولياقة بدنية. اقول لك طب عيني في عينك كده، يعني احنا عندنا مشكلة في المنظومة ومعترفين بيها، وعندنا ازمة كبيرة جدا في الكرة وفي التدريب وفي الفرق وفي صحة اللعيبة وفي حماسهم. احنا ما عندناش منظومة احترافية، ما عندناش ناس بتشتغل بجدية في المنظومة. فما تجيش بقى تطالب بكل حاجة. وبعدين الراجل فاز، امال لو ايهاب جلال كان امبارح المنتخب يعني ما فازش كان الناس عملت ايه؟ والله احيانا يعني الواحد ليه تأملاته احيانا كده يقعد يتأمل، يعني لو كان ايهاب جلال ده ما فازش، الفريق المنتخب ما فازش امبارح على غني، كان ايه اللي حصل؟ يعني كانوا اللي هم على طريقه انه يعني كانوا يسلخوه قبل ما يذبحوه. انا بتكلم الناس بس تتعقل، لانه احنا بقينا بارعين في افساد كل شيء وافساد اي شيء. الحقيقه لا، يعني ناخد نفسنا شويه ونبقى قاعدين، انه اللي عنده كلمه حلوه يقولها يا جماعه، اللي ما عندوش يعني كلمه حلوه خلاص مش عايز اقول نقطنا بسكاته عشان عيب ما يصحش،
لكن نقطنا بوسكاتو والله بجد. فدي حاله غريبه جدا. نفس المساله بس دي احنا عايزين نفهمها اللي حصل من محمد الشربجي. محمد الشربجي اللي هو الراجل بطل من ابطال السكواش النهارده طلع الاتحاد الانجليزي وقالوا انه محمد الشربجي خلاص محمد الشربجي قالوا خلاص انه هيلعب تحت مظله العالم الانجليزي. كويس؟ يعني الاتحاد الانجليزي قال انه اعلن تجنيس اللاعب خلاص هيحصل على الجنسيه الانجليزيه البريطانيه وهيشارك تحت علم انجلترا رغم انه حقق عده انجازات مع مصر. الشرباجي قال والله ببساطه قال انا سعيد بتمثيل انجلترا وانه انا قعدت فتره طويله هناك وانه هيبذل كل جهده تحت العلم الانجليزي. الموضوع ليه جبنا كلام محمد الشرباجي؟ لانه الموضوع مش موضوع بقى لاعب وراح يتجنس في بريطانيا ويلعب تحت العلم البريطاني والناس تخرج وتقول لا وخان بلده وباع بلده ومش عارف ايه بتاع. الكلام بتاع محمد الشرباجي بيفتح قضيه مهمه جدا. بس خلوني الاول اسمع من امنة الطرابلسي عضو الاتحاد المصري للسكواش لان اللي قاله الشرباجي خطير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني الخبر الحقيقه محمد الشرباجي دلوقتي هو بيتكلم فيما يبدو انه قراره ده مش انه بحثا عن الفلوس، هو الراجل لم يلقى تقديرا في بلده فذهب ليبحث عن تقدير في بلد اخر. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ مبدئيا انا احب اشكر حضرتك على المداخله لتدينا الفرصه. شكر ليك يا فندم. طبعا شكر ليك. نوضح فضل. الموضوع بطريقه فضلي. ابسط شويه. فضل. محمد الشرباجي من اللعيبه المميزين المصريين، واحد من ضمن 7 لعيبه من التوب بلايرز على مستوى العالم في مجال المحترفين. محمد مثل مصر في بطولات كتير وكلها كانت موفقه والحمد لله. طبعا احنا كل بطل بيبقى ليه شروط معينه في ناحيه الجوائز على حسب اللوائح وعلى حسب الفرصه المتاحه لينا من الوزاره المصريه العاديه وزاره الشباب والرياضه. فاحنا طبعا لازم نكون ملتزمين بالحاجات دي وده فعلا اللي نفذناه. محمد اخذ كل الدعم سواء من النادي بتاعه نادي سموحه اللي هو بدا فيه، وبعد كده لما بيبقى في مرحله المنتخب المصري محمد مثل مصر تبع المنتخب مصر واحنا دعمناه زي ما دعمنا الابطال معاه في فرقته ابطال كتيره، ولغايه سن معين هو بيبتدي يلعب في مجال المحترفين، ومن اول مجال المحترفين ده بيعتمد فيه على نفسه، وبعد المجال ده بيكون بيعتمد اكتر على الرعاه. وطبعا احنا بنحاول دايما نوصل اللعيبه المحترفه لبر الامان بان احنا بندور لهم على الرعاه يساعدوهم في المسيره بتاعتهم. لان ده بيبقى تقريبا المصدر بتاع المكسب بتاعهم. حاولنا نساعد محمد في حاجات زي دي، لكن محمد برضو كان يعني غير موفق برضو في الموضوع ده لان هو في سن صغير يعني جدا. يعني غير موفق؟ هو طلباته مثلا كانت كتيره يا فندم او طلباته مبالغ طبعاً فيها؟ طلباته بتبقى مبالغ فيها شويه واصعب شويه، زائد ان هو اصلا ما كانش عايش في مصر من سن صغير جدا. محمد راح كمل مدرسه في انجلترا وكمل بعد كده الجامعه بتاعته في انجلترا، فما كانش موجود في مصر من سن صغير جدا، وبرده كان عنده شويه وقت قضاه بعد كده حتى بعد التخرج لغايه ما عملوا مصالحه مع الجيش المصري يعني عشان ما اداش الخدمه يعني. بالظبط. فقعد مده طويله جدا 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 خارج البلاد يعني. فطبعا انها فرصه ان احنا نساعده في حاجه زي الرعايه وكده كانت طبعا للولاد المقيمين في مصر كانت بتبقى اسهل والاوفر لنا في حاجات كتير، لكن محمد اختار ان هو من سن صغير جدا يكمل في انجلترا. هو طبعا هو كان هو واخوه، بس اخوه رجع وكمل ووفرنا له طبعا الموضوع ده سواء هو ناشئ من دعم الاتحاد او من وزاره الشباب والرياضه او بعد كده لما عرفنا نوفر له. يعني اخوه مقيم هنا في مصر؟ ايوه طبعا اخوه مقيم، يعني هو محمد اختار يكمل في انجلترا، اخوه اختار ان هو يرجع مصر ووفرنا له
كل الوسائل المساعده من ناحيه دعم من الاتحاد المصري للسكواش ووزاره الشباب والرياضه، وبعد كده في مرحله المحترفين وفرنا له الدعم ده، ان احنا وفرنا له الرعاه المناسبين ليه ان هم يقدروا يصدوا معاه في تكاليف السفر والتدريب والحاجات دي كلها. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا ابطال يعني كتير مميزين في لعبه الاسكواش ونجوم عالميين، يمكن اول مره نسمع الكلام ده، يعني مفيش بطل منهم قال الكلام ده قبل كده، انه مفيش تقدير ومفيش احساس بانه في دعم معنوي واحتفاء بيه، يعني اول مره تقريبا نسمع هذا الكلام. هل الشرباجي هنا بيدور على مبرر يعني يقوله؟ لا طبعا، هو ممكن يبقى فيه اختلاف في الاشخاص، يعني ما ابسط مثال هو اخوه، ما اخوه برضو توفر له كل الحاجات، لكن محمد اختار حاجه معينه ومروان اخوه اختار حاجه معينه، يعني الكل قاعده شواذ. يعني هو احنا عندنا ابطال كتير، وعلى فكره في ابطال كتيره جدا من ابطال عالم برضو اتعرض عليهم العروض دي ورفضوا جنسيات انه يتجنسوا يعني. بالظبط، ومش بس في السكواش، في العاب تانيه عندك مثلا كرم جابر اتعرض عليه يلعب باسم امريكا، وعندنا لعيبه كتيره جدا في السكواش اتعرض عليهم ان هم منح في جامعات في امريكا، وان هم يلعبوا بعد كده باسم امريكا وباسم انجلترا وباسم بلاد تانيه، وهم رفضوا. فدي بتبقى برضو حاجه اختيار شخصي، ما تقدرش تجبر حد، خصوصا ان الشخص ده عايش بره مصر من سن 13 14 سنه، وهو دلوقتي ما شاء الله عنده 31 سنه، صعب جدا ان انت تجبره او تقنعه ان هو يفضل مكمل ان هو يلعب باسم مصر. طب هسألك برضو عشان يعني نبقى موضوعيين في الحوار للآخر، يعني هل مفيش في أي كلامه أي حاجة صحيحة؟ يعني هل مفيش أي تقصير من تجاهكم من الاتحاد؟ متهيألي النتائج بتثبت نفسها، والأبطال عندنا موجودة ولغاية من يومين ثلاثة، يعني احنا كاتحاد او كوزارة شباب ورياضة احنا بنقدم كل اللي نقدر عليه. طبعا احنا يعني برضو احنا ما شاء الله عندنا ابطال كتير، غير مثلا ناس زي في انجلترا او في امريكا بيبقى عندهم بطل او اتنين او كده، فطبعا ان هم يوفروا له سبل الراحة اكتر اسهل بكتير وامكانيات احسن بكتير، غير طبعا عندنا هنا يعني ممكن الظروف في البلد اقل شويه، بس بنقدر نديهم على قد ما نقدر. وبعدين احنا مش الموضوع في الاخر برضو مش بس مادي، يعني احنا اللعيبه عندنا برضو بنوفر لهم دعم معنوي. يعني محمد متكرم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واخد يعني تقدير دوله، يعني اعلى مراتب صحيح. التقدير يعني اعلى مستوى يعني في الدوله مكرمه بالضبط، يعني بالضبط، يعني وسام الدوله من الدرجه الاولى. يعني دي مش كل حاجه بتبقى بس ماديه، في حاجات معنويه، كفايه حب الجمهور، كفايه ان كان في ماتشات كتيره جدا كان محمد بيبقى ممكن يبقى معرض للخساره، والجمهور المصري كان بيرفع معاه طبعا، بيرفع معاه وكان بيساعده في النجاح وتخطي اوقات صعبه جدا في الماتشات. مش دايما التقدير بيبقى مادي، بيبقى يعني مادي. احنا هو احنا نفهم من كده مثلا لو احنا كان يعني من باب اولى ان لو احنا كان قصرنا كنا قصرنا مع النسر ترتيبها اقل، لكن ده كان واحد مصنف عالميا ل 50 شهر، كان يعني اكيد مش واكيد هذا التصنيف العالمي الاتحاد وراه والناس وراه يعني والدعم وراه، يعني طبيعي طبعا. محمد بطولات العالم اللي طلعها اللي كانت بتبقى مدعمه من الاتحاد والفريق الطبي اللي كان بيسافر معاهم والدكتور النفسي اللي بيسافر معاهم والفيزيو والحاجات دي كلها، دي كلها كانت طبعا وهو ناشئ طبعا دي كانت كلها مدعمه، وحتى سفره للخارج كان برضه بمساعده ناس من مدربين وزي كابتن عباس قعود مثلا، يعني برضو يعني الناس في ساعدته، يعني صحيح ان صحيح. هو يوصل، ما حدش بيوصل اليوم وليله. بعدين يعني ناس مثلا بتقول ما حدش يحكم على محمد غير لما يعرف الظروف، هو مين من الابطال المصريين مع فرش وكان عنده مشوار صعب جدا ان هو يوصل له، ما هو ده البطل اللي بيميز. لا واحنا بنتكلم كمان في يعني ده لو حصل مبكرا هقول ماشي، لكن انت تتكلمي على سن 31 ده مش صغير.
ما هو طبعا الصغير وهو عمل بطولات كتير، حقق بطولات وهو معانا هنا اكيد وخد طبعا دعم يعني. يعني لو صغير عن كده شويه نقول والله الراجل تعبان ومش لاقي دعم ومحدش واقف معاه وعشان كده بيدور على مكان افضل. يعني انا معاكي طبعا. انا متاكده ان القرار ما كانش سهل ابدا على محمد، وهو كان يعني كلام محمد ليه برضو ان هو قرار مش سهل عليه ان هو ياخده، لكن انا متاكده ومقتنعه ان ده لمصلحته، وهو شايف ده يعني هي برضو شخصيات تختلف عن حد للتاني. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك لا انا مهما قربت مثلا سنين اللي فضلالي اقل من السنين، بس انا عايز افضل العب باسم بلدي حتى لو مش باخد الدعم الكافي، بس اخلص المسيره بتاعتي وانا حامل اسم بلدي على ظهري وممثل مصر. في واحد تاني يقول لك لا والله انا فاضل لي سنه ولا اتنين وحابب ان انا اعمل بقى فيهم لمصلحتي الشخصيه، اهم بالنسبه لي ان انا امثل بلدي. يعني هي بتبقى اختيارات شخصيه في الاخر. يعني صحيح. ممكن واحد يبقى شايف ان انا لسه متمسك لغايه اخر وقت ان انا امثل بلدي، واحد تاني يقول لك لا والله انا حابب ان انا يعني امثل اخد بقى اللي فاضل لمصلحتي انا الشخصيه. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا. الاول معايا يا فندم؟ مع حضرتك. ايوه. طيب قبل ما اختم يعني هل لديك اقوال اخرى؟ متشكره جدا وشكرا شكرا حضرتك للاستضافه. شكرا لحضرتك. شكرا. امنه الطرابلسي عضو الاتحاد المصري للسكواش. فانا ليه بنتكلم بهذا الشكل؟ لانه على طول الانطلاقه انه الراجل طالما خد راح جنسيه اخرى وبيلعب مع فريق، فنقعد بقى وبعيدا حتى عن فكره انه بايع البلد وباعش البلد، هو الراجل اختار مصلحته وكل واحد يعني ايه نمر الجنب اللي يريحه. نحن لا ناسف على انه مشي، لانه زي ما طلع محمد شرباجي بطل من ابطال السكواش، في عندنا ابطال كتير اخرين. عايز اختم مع حضراتكم الحقيقه بحادثه صعبة جدا صعبة جدا. يعني في الأول بدأت من يعني آيات عبدايم لما كانت كاتبة بتقول إنه النهاردة تم اغتصاب بنت 14 سنة خلال طريق عودتها من الكتاب الساعة 12:30 ظهرا، والاغتصاب حصل تحت تهديد السلاح الأبيض بعد ما المجرم سحب البنت من أمام بيته إلى داخل. أهل البنت عملوا محضر وأثبتوا الجريمة والداخلية قبضت عليه، ويتم تداول أخبار عن حرق أهالي القرية لبيت المغتصب. يعني الشق القانوني ماشي في اتجاهه وغضب الأهالي ماشي في اتجاهه، ودلوقتي مطلوب مساعدة مباشرة للبنت نفسها. عايزين نوصل لطبيب نفسي متخصص في الحالات المماثلة وثقة وكفاءة ويكون من خارج المنوفية. طيب ده اللي هو ايه الإشارة الأولى لهذه الحادثة. بنت عندها 14 سنة راجعة من الكتاب تحفظ القرآن، راجعة من الكتاب، في واحد سحبها للبيت وتم ده. طيب الواقعة ايه اللي حصل فيها؟ خلينا نستمع من الاخ هلال عبد الشافي والد الفتاة. يا اخ هلال اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني انا معاك وقلبي معاك طبعا في هذه الواقعة والازمة يعني، بس قول لنا يا فندم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بنتي تم الاعتداء عليها في وضح النهار. التفاصيل بنتي امها بتوديها الصبح الساعه تقريبا حوالي 6 الصبح 7 كده، وهي طالعه بتجيب عيش الطابونه، تاخدها معاها توديها الكتاب وبترجع. وبترجع مامتها بترجع. بعد كده البنت بتتنيها في الكتاب، هي حافظه القران الكريم كاملا. حافظ القرآن الكريم كاملا. كاملا. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى الكتاب اللي هي بتحفظ فيه بتراجع فيه عشان ما تنساش. تمام. فبتروح كل يوم عشان تراجع. فبترجع كالمعتاد الساعة 11 الساعة 12 الساعة 1 وقت ما بتخلص يعني، وبتراجع لأن لهم مقرر وهي بتعيد يعني بتراجع يعني. طبعا لقيت والدتها بتتصل بيا ما يقارب بعد الساعة 1 الظهر. الحقني الحقني انت فين؟ ايه يا بنتي في ايه؟ قالت الحقني يا بنتي في ايه؟ انا بره باكل عيش وفي شغلي. الحقني يا بنتي قولي لي في ايه؟ قالت لي اسماء. مالها يا بنتي اسماء؟ قالت الكلب.
اللي اسمه ابراهيم بلال ده والله حسنين المزين، حسن المزين خطفها واعتدى عليها وبهدلها. انا طبعا جيت مكان ما انا رامح بالموتوسيكل، ما اناش عارف انا ماشي ازاي، مش مدرك خطوي، جاي ما انا شايف نعم دماغي تفكيري اتشل، كل حاجه فيا اتلخبطت. لما وصلت البيت لقيت بنتي منهاره وبتعيط وبترتعش وبتقول لي الحقني الحقني هيدبحني يابا، وقال لي هتدبحي فينك تحت الارض. ليه يا بنتي في ايه اللي حصل؟ قالت لي خلاني راجع من الكتاب وراح مبسبس لي. فانا التفت قال لها مش انت اخت انس؟ انا ليا ابني اسمه انس ده بيلعب كوره، وطبعا يعني مشهور في البلد انه لعبه كويس وكلام من ده كله. فهو استغل بالسرعة من النادي، يعني ما بين يعني في شيء في الشارع وباب البيت على بعد مترين. فقال لها استنى انا هديكي كوتش لأنس، لأنس يلعب بيه كرة عشان عنده ماتش النهاردة. طبعا دي يعني مش عارف اقول لك ايه، راح حاطط ايده على بوسها والمطوة على رقبتها وراح صاحبها جوه البيت واعتدى عليها. وقام بالاعتداء عليها. طيب ووضح النهار الساعة بعد ما حضرتك سمعت منها يعني على طول اتصرفت ازاي؟ طلعت على مركز الشرطة، لأن أنا إنسان بلطجي، ولا أنا إنسان أنا إنسان أنا بقول لأنا حضرتك أنا مهندس زراعي بإدارة التعاون الزراعي بأشمون. أنا لا إنسان بلطجي ولا إنسان خارج عن القانون ولا لي عداوات مع حد. طيب انت راجعة وهي حاضنة المصحف في زي ما هي بتروح وبتيجي كل يوم، بتروح بالمصحف وبترجع بالمصحف. هي حضن المصحف خدناها كده خطفها وهو في دلوقتي ده المصحف. طيب بعد ما بلغت حضرتك مهندس هلال بالاسم يعني اتصرفوا ازاي؟ والله قاموا بتلبية النداء وعملوا المحضر ومأمور المركز امر باحضار الولد ده. هو سنه متخطي ال 20 سنه تقريبا، 23 سنه. مشهور بالبلطجه والخروج عن القانون وسرقه هي النيابه اصدرت كمان يعني بيان من شويه ان هي امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيقات. ما هو النهارده كان في الطب الشرعي. كان في الطب الشرعي. انا انت طبعا انا كل اللي يسالني حط نفسك مكاني. أنا مقدر طبعًا وقلبي معاك طبعًا، أنا مقدر طبعًا. طفلة عمرها 14 سنة بيتعمل فيها وهي شايلة كتاب ربنا سبحانه وتعالى كده. إذا طب كان طب هي البنت كان ده مصيرك. البنت الوقت يا فندم يعني الرعاية ليها أو حالتها إيه؟ الحالة النفسية الحالة النفسية سيئة جدًا جدًا جدًا. أنا بطلب بطلب أول حاجة سرعة القصاص. والقصاص لا يكفيني فيه إلا بتر رقبته على مرأة ومسمع من الجميع عشان يكون عبرة لكل من يعتبر. وجود الشخص ده بيهدد حياتي وبيهدد عيلتي وبيهدد كياني كله. أنا إنسان مفتري ولا أنا إنسان بلطجي أبدا. عمري ولا عمري هكون كده، لكن وجوده بيهدد حياتي أنا. طيب اول حاجه انا بطلب من حضراتكم اتفضل سرعه التقاضي، لان في نار في الصدور. في نار في الصدور في بلد كامله. انا مش عارف اسيطر على حد، انا نفسي مش عارف اسيطر على نفسي. انا مش عارف اسيطر على نفسي. ثانيا كل حاجه وضحت، كل حاجه وضحت. وهو اعترف بجريمته كامله. هو اعترف بجريمته كامله. يعني انا دلوقتي انا طالب ان الرئيس السيسي يكلم بنتي شخصيا يدعمها نفسيا. ان هي في حاله سيئه جدا. طالب من الرئيس السيسي يحدد لي
او اي يعني مش عارف اقول لك ايه، عاوز اكشف على بنتي لانه ممكن يكون صابها عدوى في اي راس كلام من ده. لا انا كله انا انا بتكلم مع حضرتك عشان كده، لانه احنا انه كمان يعني بناشد كمان الان يعني المجلس القومي للمراه يوفر يعني طاقم طبي لرعايتها يعني صحيا ونفسيا ويقدم لها كل الدعم، وهذا الدور يعني حاجه بسيطه جدا تقدم ليها. يعني انا قلبي معاك والله يا باشمهندس هلال وبشكرك. ربنا يعزك ربنا يعزك. بس راعي ان ده كله في وضح النهار. صحيح. لا لا انا معاك عشان كده يعني الاجهزه اتحركت. ربنا سبحانه وتعالى احنا مالناش عداوات مع اي حد اطلاقا. صحيح اطلاقا. فانا على فكره انا لا خفت من سين او صاد او عين او كلام ده كله. انا دون ادنى تفكير رحت طالع مباشره واخد بنتي وامها والدنيا التمت حواليا كلها وطلعت على المركب. انا طيب. انا بطالب اطلب من رئيس السجن دلوقتي بقول له بنتي من ابنائك تم التعدي عليها في وضع النهار، تم اغتصابها. وانا بضم صوتي لصوتك وصوت حضرتك يصل الى يعني سياده الرئيس، وانا بطالب كمان المجلس القومي للمراه على طول يعني يتواصل مع هذه الفتاه ويوفر لها كل الدعم الصحي والنفسي. الحقيقة نأسف لي أن يكون مثل هذا الأمر بيننا، نأسف، لكن يعني وربنا معاه والله الحقيقة، يعني كلنا ممكن نبقى شاعرين بيه. احنا عندنا حاجة هنقولها بسرعة، وهذا الملف هنشتغل عليه يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، لأنه فيه على صفحة مؤسسي دمياط الجديدة في بوست غريب جدا انا هقراه لحضراتكم بسرعه. يعني الاستاذ هشام اللي كاتب البوست بيقول ايه، انا عايز اعرف ازاي ابقى متعاقد مع نادي على انه نادي اجتماعي رياضي ودلوقتي اتحول لمطعم كبير ومفيش للاعضاء اي مكان يقعدوا فيه، حتى ابسط حقوق العضو انه يدخل الجيم من غير اشتراك على اساس اننا دافعين فلوس، برضو عملوا باشتراك شهري ومفيش اي حاجه من اللي دافعين على اساسها فلوس العضويه اتعمل، قالوا هيعملوا صالة بولينج ومفيش حاجة اتعملت، قالوا هيعملوا اكوا بارك للاطفال وما اتعملتش، قالوا هيعملوا صالة سكواش وعملوا كشك خشب غير مطابق لاي مواصفات وبيسموه صالة سكواش، قالوا هيبقى في صالة تزحلق على الجليد ولقيناها في الاخر صالة باتيناش، وياخد مننا 60,000 واتاخر سنة ونص على الافتتاح، ويوم ما رحنا نطلب فلوسنا على اساس التعاقد بيننا بخسارة 10% من المبلغ المدفوع طلب لنا الشرطة. انا مش عارف هو يبقى مين في مصر عشان يفضل فاتح المكان ده من سنتين بدون اي تراخيص من جهاز التعمير او وزاره الشباب والرياضه، ومش راضي يدينا فلوس، ودلوقتي في اكتر من 300 عضو رافعين عليه قضايا ومش عارفين يستردوا فلوسه. انا يعني قريت هذا البوست كده، بنتكلم على نادي فينيسيا في دمياط في 300 عضو، صاحب هذا النادي او مؤسس هذا النادي خد من كل واحد 60,000 جنيه وبعدين مفيش حاجه. طيب ايه اللي حاصل والناس دي اتنصب عليها ازاي؟ لان هم بيقولوا احنا اتنصب علينا. يوم الجمعه الجايه ان شاء الله نفتح هذا الملف، لانه يبدو انه في ناس كتيره مقررين هم يقلبوا المصريين. بشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم، نلتقي يوم الجمعه القادم ان شاء الله وتصبحون على وقت.